انشد يا قلبي غنوتك للجمال، وارقص في صدري من اليمين للشمال. ماهوش بعيد تفضل لبكرة سعيد، ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال. عجب. مشاهدينا نحييكم من جديد. فيلم دعائي استخدمته جماعة الإخوان واستخدمه حزب الحرية والعدالة على المواقع الإلكترونية للجماعة وللحزب، يمثل دعاية لجماعة الإخوان ويظهر الجماعة على أنها ضحايا مع أنهم يمارسون الإرهاب المسلح. اللغز كان في ظهور الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير في هذا الفيلم، على اعتبار هو البطل الرئيسي في الفيلم اللي من خلاله بيظهر الإخوان كضحايا. يمكن أن تكون هذه هي وجهة نظر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة التي يؤمن بها، وبالتالي هنا يمكن أن نناقشه فيها، لكن كمان يمكن أن يكون الفيلم فهم بشكل مختلف، وكمان يمكن أن يكون الفيلم قد استخدم للدعاية لجماعة الإخوان تلفيقا للوقائع. يعني ممكن يكون تم تجزئة بعض المشاهد أو اجتزاء بعض المشاهد من سياقها. طيب ما هي القصة الحقيقية لهذا الفيلم؟ في النهاية احنا أمام فيلم يظهر فيه الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير ويظهر جماعة الإخوان على أنها ضحايا. الفنان الكبير أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا. أولا عشان بس المشاهد يبقى معانا قبل ما نتكلم، نشوف أولا الفيلم الدعائي، وأنا بقول دعائي لأنه الجماعة استخدمته في كل المواقع الإلكترونية المتعلقة بالجماعة والحزب لكي تسوق للدعاية على أنه الإخوان ضحايا لإرهاب السلطة وليس المجتمع هو الذي ضحية لإرهاب الجماعة. أنتوا الاثنين هتقعدوا تساووا وتتفاهموا. طول عمري بقول عليك راجل دغري، ليه جاي النهاردة تخبى عليا؟ مش عايزين كتر الكلام، يلا يلا بينا، يلا يلا. على فين؟ نروح لمحفوظ الوكالة. انت راجل تعرف الوصول، انا برضو اللي اروح له. ما تتكلم يا فهيم. عداك العيب يا حاج. الحق ما حدش يزعل منه برضو يا حاج. ماشي، انا هروح اجيبهولك لغايه عندك. انا اروح لحد عنده؟ ده كلام برضو يا حاج. قام مجموعة من العناصر التخريبية بأعمال شغب وحرق لبعض المنشآت العامة والممتلكات الخاصة بمنطقة وسط البلد، مما أفزع المارة والمواطنين وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. ويجري حاليا تعقب هؤلاء العناصر والتحقق. كنت فاكر ان انت هتضرب ومحدش هيضربك، تبقى واهم. ولا التالت، الهدف الاول مواجهة التنظيم الإرهابي. بتطحن بكل انواع الاسلحه في الازبكيه ده، والناس وقفت. والناس اللي اتقتلت في كرداسه دي اتقتلت ازاي واتقتلت ليه؟ اللي اتضرب عليهم اربجيات. احنا يا جماعه كنا قدام عصابه معاها سلاح. رحى مصدر مسؤول ان قوات الجيش الباسله ورجال الشرطه قد تمكنوا من تضييق الخناق على هذه المجموعات التخريبيه المنظمه واحكام السيطره عليهم تماما والقضاء عليهم نهائيا وافشال جميع مخططاتهم الخطيره التي من شأنها نشر الذعر وإشاعة الفوضى في البلاد. الساعات الأولى لهذا الصباح كان في اشتباكات أمام مسجد الفتح، وكان في كمان محاولة لإخراج كل من يحاول أن يحتمي داخل المسجد بالأسلحة، وفعلا استطاعت القوات الأمنية. يوم أمس قال إن مصر بدأت الحرب على الإرهاب وأعرب عن الدعم لدعوة القائد العام لجيش الشعب للاحتشاد لتفويضه في محاربة العنف والإرهاب. لكل الشعب المصري، إيه اللي بيحصل لمصر؟ لمصلحة من ما يحدث في مصر؟
هذا وقد تمكن رجال شرطة فجر اليوم من القبض على 3 أشخاص من البلطجية المسلحين بحوزتهم أسلحة آلية ومتفجرات ومدافع مضادة للطائرات، وأحكم رجال الأمن القبضة عليهم وتمكنوا من إفشال مخططاتهم قبل تنفيذها بلحظات. قوات الجيش الثاني الميداني تلقي القبض على 3 من العناصر الإرهابية المتهمين بهجوم على مبنى الرقابة الإدارية. احنا اللي احنا عرفناه من شوية ان هذا وقد تمكن رجال شرطة فجر اليوم من القبض على 3 أشخاص من البلطجية المسلحين بحوزتهم أسلحة آلية ومتفجرات ومدافع مضادة للطائرات، وأحكم رجال الأمن القبض عليهم وتمكنوا من إفشال مخططاتهم قبل تنفيذها بلحظات. تساءل البعض يعني إلى هذا الحد الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير مؤمن بأفكار وتوجهات الجماعة، إلى هذا الحد يعبر عن أنه الجماعة بيتم شيطنتها واتهامها بالإرهاب، ثم في النهاية الدور على الجميع يعني أنه الكل يمكن أن يلقى القبض عليه بموجب اتهامه بالإرهاب. هنا اللي هيشوف ده الناس حتى تم تناقلوا ذلك على انه ما الذي حدث للاستاذ عبد الرحمن ابو زهره وهو فنان كبير يؤمن بقيمه الفن ويعرف كمان موقف الجماعه من الفن. يعني بالمشاهد اللي انا شايفها نحن امام فنان يقوم بعمل دعائي لجماعه الاخوان لاظهارهم على انهم ضحايا. لماذا؟ اولا ان يثار ان انا ممكن اكون متعاطف مع الاخوان معنى كده انك بتلغي تاريخ حياتي كله. يعني الانسان ما هوش في موقف بيتحدد في لحظة معينة تحكم عليه وانت عارف انه انسان وطني. انت دلوقتي بتجردني من وطنيتي ومن مصريتي ان انا انتمي الى جماعة بتذبح وتسحل وتقتل وتحرق في البلد ولا تعترف بوطن ولا تعترف بمؤسسات ولا اي شيء من هذا. فأنا محتاج على كلمة الكلمة اللي حضرتك قلتها اللي ممكن يكون بس الفيلم بيزور القضايا ما هو لو عرفنا السبب بطل العجب. أولا الحدوتة لازم أحكيها بالضبط كما حدثت. أنا متعود أساعد طلبة معهد السينما لما بيكون في مشروع تخرج ويكون عنده دور يناسبني بساعده، يعني بتعاون معاه والعب الدور تحية مني لتخرجه. ما يقولش أي يعني انه الفنانين الكبار بيحجموا إطلاق على مساعدتنا بالضبط. فأنا متخصص في مساعدة طلبة المعهد في السينما في المشاريع اللي قدموها وعملت كذا.
أن نلاقي الفيلم تصويره قسمين، قسم حياتي جوه بيتي وقسم موجود على الشاشة. أولا أنا لم أرى مشاهد الشاشة إطلاقا، يعني نشرات الأخبار اللي بتعرض دي وانت حضرتك كل ده أنا ما عنديش عنه فكرة. وبعدين لأن أنا صدمت لما شفت العكس، لأن ما كنتش متصور أن دول منتمين إلى هذه
الشباب. الشباب والله انا فكرت التفكير ده في لحظه من اللحظات، بس ما اقدرش اجزم، ممكن يكونوا مدفوعين وممكن يكونوا خدعوا، عملوا الفيلم كما صوروه وبعدين الاخوان خدوه عملوا مونتاج وعملوا الصور دي. ده بمنتهى البساطه وسهله، هم لم يحتجوا على انتاجهم. عشان كده مهمه البلاغ. ليه؟ لما يبقى انا ما عنديش مشكله ان يبقى في فنان يؤمن بافكار الاخوان ويدافع عنهم في فيلم دعائي، في فيلم سينمائي، يعني هنا حجه في مواجهه الحجه يعني، ويمكن ان نناقشه يعني. لا انا مع شديد الاسف هذا ما فيش. انا اي انسان يتعاطف مع الاخوان هو خائن لبلده، خائن لبلده، خائن لبلده ولوطنه، لسبب بسيط جدا مش هشرح يعني. كلنا عايشين التجارب اللي عملوها الاخوان في البلد، وعايشين الاموال الطائله اللي بتيجي علشان تصرف على البلطجيه وعلى السفاحين والميليشيات اللي تبعهم. حتى الفتيات اللي بنظر لهم نظره بريئه جدا طلعوا بلطجيه وبيستخدموا العنف مع النهارده وانا قاعد بره شفت حكايه الاعتداء على اساتذه الجامعه وحرق السيارات، ويعني حتى ما فيش مره خرجوا بشكل سلمي. وهتفوا، من حقهم انهم يخرجوا سلميا ويهتفوا ويقولوا اللي هم عايزينه، انما هم اللي بيبداوا العنف، هم اللي بيبداوا القتل. وبعد كده يعني قلت لك تصريح، اي انسان يتعاطف مع هذه الجماعه هو خائن لبلده في هذه الفتره الحرجه اللي بنمر بيها. طيب ده يبقى الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره يعني اكثر تشددا وتطرفا في وصف الاخوان، وهو المتهم بانه يسوق للاخوان. يعني انت تعتبر حتى من يتعاطف معهم مش من يسوق لهم كمان هو خائن للوطن يعني. من فكر في الفيلم ده اللي انتشر واصبحت المنابر في المساجد تقول ان عبد الرحمن ابو زهره اشرف فنان في مصر، وقعد انا كنت لسه هقول لك انه كيف تم استخدام اسمه، يقيموني وانا للاسف كل ما اسمع اخبار في هذا ازداد بؤسا وشقاء. انا نازل من الطياره واحده بتقول لي حضرتك كنت هايل، قلت لها الفيلم كان زي الزفت، فراحت جارية على طول من قدامي. كل اللي بيمدحني في الحكاية دي بهاجمه واشتمه. طيب الشيخ سيد مصطفى واحد أئمة المساجد في الشرقية أو الزوايا قال إنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة نموذج للفن الإسلامي في مواجهة فنانين السيسي. يعني هنا بقى في فنانين السيسي وفنانين ثورة 30/6، واتخذ الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة نموذج للفن الإسلامي وكأنه ما عداه غير إسلامي. ماذا أقول؟ وهم احتضنوا الحكاية دي ونشروها ومترجمة واتنشرت بره، وابني بيقول لي تصور يا بابا إن المشاهدة كانت مليون. يعني أنا في حياتي كلها ما جمعتش مليون مشاهد لأعمال الفنية، فإذا في فيلم 4 دقايق يثير كل هذا الطوفان من المشاهدة، لانه الفيلم موظف سياسيا. طيب انا عايز يعني عايز بس انه الفيلم هو معمول بهذا الشكل، تاني تقول لي انه المضمون الذي عرض عليك هو انه في ناس بتضيع في الرجلين، قلنا يعني في قضيه مطلقه مش محدده، في فرق كبير جدا بين ان اقول لك هعمل فيلم عشان اظهر اتعاطف مع الاخوان ومع موقفهم، هنا تحاسبني بقى حساب عسير، انما كوني هم ييجوا يعرضوا قضيه يلخصوها في شيء مطلق ان احنا بندافع عن الابرياء، وما فيش شك ما حدش يقدر ينكر ان في ابرياء وضحايا كثيرين بيقعوا اثناء الثورات، وفي ناس بتسجن ظلما، ما فيش شك، وفي ظل السلطه دائما في ناس بتضيع في الرجلين فعلا، وفي ناس تتهم ظلما يعني. وفي ظل هذا المنطق المحدود كانت حماستي لان انا ساعدهم واعاونهم عشان هذا المضمون الانساني الرائع، فانه يتحول الى انني اصبح خائن لبلدي والوطني. انا بعتبر كده لو انا متعاطف. لو انت متعاطف يعني لو انت زي الناس متعاطف مع انك تسوق للاخوان. لا انا متعاطف تماما.
وكنت حتى جيت لما كان مرسي ضد أحمد شفيق، لا أنا عايز أحمد شفيق ولا أنا عايز مرسي، ما نزلتش الانتخابات، لقيت إن ده الحاجة الوحيدة اللي أريح بها ضميري. طيب يبقى الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة أوضح واعتبر إنه هذه الحلقة بمثابة بلاغ للنائب العام، لكن يبقى طبعا هنا البحث عن الشباب، ليس البحث عنهم عشان أشوف هل استخدموا أيضا، يعني هل تم استخدامهم أيضا، يعني هل هم عملوا هذا الفيلم دون أن يقصدوا جماعة الإخوان، يعني هل الفيلم تم اجتزاؤه وتسويقه لصالح الإخوان. كمان لما يبقى الزج، أي حد فينا هيلاقي يزج باسمه، وخاصة لما يكون فنان كبير بحجم الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، بالتأكيد لابد أنه، لأن البعض هيقولك أنتوا عايزين تلاحقوا الشباب اللي عملوا. نعم، لأن إحنا أمام عملية نصب وتزوير، إحنا أمام عملية تسويق للجماعة من خلال استخدام لفنان كبير يقول أنه من يتعاطف حتى مع الإخوان هو خائن لبلدي، مع أنه أنا يعني يمكن أن أختلف معاه، وهعتبر أنه من يتعاطف مع الإخوان هذه هي وجهة نظر ويمكن أن أرد عليها، لكن أنت حتى عندك حدة في التعامل مع الإخوان بسبب مواقفهم الأخيرة. طب ما نشوف التناقض ده اللي أنا بأتهم بيه في أصلا. أنا حقيقة بعد ما عرفت الموضوع ده ما كنتش بعرف أنام، كنت في حالة سيئة جدا نفسيا، وعايز أعرف بس أعمل إيه أنا عشان أعلن للملأ والبشرية تبرئتي من انضمامي لهذه الجماعة. من انضمامك لهذه الجماعة. طب نشوف الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة وهو مع الشيخ وحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان في مسلسل الجماعة، والحقيقة ده كمان من الأشياء التي أثارت دهشة الكثيرين، إنه الأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة كان أحد أبطال المسلسل الشهير الذي كشف جماعة الإخوان وكشف لجوءهم للإرهاب المسلح منذ تأسيس الجماعة، وأيضا لجوءهم لفكرة الميليشيات والعمل السري، وهو المسلسل الذي كتبه المبدع الأستاذ وحيد حامد. وأنا كنت متحمس لفي كوتيشن أو تعبير بقوله بتاع السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة، وهي دي مصيبتنا، استخدام الدين في السياسة هو اللي ضيع مصر في العامين الماضيين. فكنت ولو شفتني وانا بقولها هتشوف الايمان اللي نابع مش تمثيل، عن اقتناع شخصي، مش الشخصيه اللي بتقول الجمله دي. طيب يبقى هطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف بعض مشاهد الاستاذ عبد الرحمن ابو زهرة مع الشيخ حسن البنا مؤسس جماعه الاخوان. ربما تاثر الاستاذ عبد الرحمن ابو زهرة، وبعد هذه السنوات تمكنت جماعة الإخوان من تجنيده لتسويق هذا الفيلم. هو في كل الأحوال أوضح المسائل، لكن خلونا نشوف بعد الفاصل مشاهد للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل الجماعة الذي كشف جماعة الإخوان، وأيضا هتابع مع بعض التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.